شد الكادراج اصاحبي شد الكادراج اخويا حمزه او قد زاد بزاف اصاحبي شوف كيف زاد شوف كيف زاد شوف كيف زاد شوف درنا حصه ديال التفاح ودرنا حصه البنان الله قريبا قريبا ان شاء الله يكون خير ان شاء الله قريبا انا كنتسنى النهار اللي غادي نقول لكم سفيري ان شاء الله سفيري 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 يكون خير ان شاء الله الصبر بقوا في ديوركم احسن حاجه ديروها باش تحميو ريوسكم والعائلات ديالكم والجميع والناس الاخرين هي تبقاو في ديوركم يكون خير ان شاء الله من المسائل خصكم تعرفوا تايم الاخبار اللي كاينه منذ الان اعلن عدد من الاساتذه عزمهم العوده بعد اعاده فتح ابواب المدارس الى الدروس التي توقفوا عندها عقب تعليق الدراسه بسبب فيروس كورونا وعدم المواصلة انطلاقا مما وصل إليه التعليم عن بعد نظرا للحصيلة الهزيلة التي حققتها هذه الوسيلة إلى حد الآن بحسب إفادات الأساتذة تحدثت إليهم هيسبريس. الأختيك هذا اللي كنقرأ لكم هو العكس ديال داك الشيء اللي صيفطوا وزارة التربية والتعليم البارح. وزارة التربية والتعليم تعلن يعني فشل الخطة التي قامت بها وأنهم أن وزارة التربية والتعليم فاشلة وأن الأطر وأن الناس اللي خدامين تماك ماشي كلهم ولكن عبروا على بينوا على الفشل ديالهم وبينوا على الفشل ديالهم من ناحية أنهم ما كيتحكموش في المدارس الخاصة حشومة وعيب وعار وعيب عليكم وهذا الشيء التاريخ غادي يعقل عليه هنا هذا كيتسمى فشل فاء شين لام فشل فشلون أجهزة الكشف عن فيروس كورونا المستجد قادمة من كوريا الجنوبية في إطار خطة المملكة لرفع وتيرة التحاليل اليومية ووصلت ليل الخميس إلى مطار سيول إنشيون الدولي بكوريا الجنوبية طائرتان للخطوط الملكية المغربية لجلب 100,000 عدة لأخذ العينات طائرة قلعات البارح كنا كنسول عليه البارح مش طائرة قلعات مازال ما قلعات بقى في السماء وصلات برات حلوا البيبان مازال شنو داروا ولكن راه ما غنوصلوش لهذيك المرحلة اللي كيقلبوا عليها الناس واللي كيظنوا الشوارع خاويين ومحاصرين المدن ما غاديش راه ما غنوصلوش لا لا راه ما كاينش الخضره لا لا خلي داك الشيء وداك ما غنوصلوش لديك الحاله بمعنى يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا سلام عليه يا سلام على مدير مديريه الاو هذا الشيء شحال هذا الشيء قناه بدا هذا الشيء كلشي بلاش ندوز صحابي بحال هكذا لا ما شاء الله تبقى تقول لنا حنا غادي نجيبوا لك اجهزه جايين ان شاء الله اليوم غنوصلوا 100,000 حنا كنكوموندي في 200,000 وغادي نجيب لكم واحد 50,000 هذه غير فابور عندنا انا بغيت ندوز صحابي بحال هكذا اجي انا والله تمنيت This is what I want yeah. Et sinon les écoles privées en France ils ont fait quoi bah il y en a pas monsieur le ministre comment on fait nous ouais monsieur bah, en France ils ont que ouais ils ont que le c'est les écoles publiques il y a pas d'école privée il y en a peut-être mais pas autant que ici au Maroc monsieur le ministre comment on fait ici si la France fait pas comment on fait ici j'ai le chagrin البارح واحد القناه ديال الاخبار سميتها LCI France قاسم جمعين معنا ميدار كاملين تماك بحيث هما كيناقشوا بجد فرنسا كيناقشوا واش غادي يدار المسائل فهمتي واش غادي يدار عيطوا البروفيسور في مارسي الاخر في باري الاخر فين ما كان اللي وقع من بعد هو انه جون بول ميرا اللي قال الجمله هذه اللي ما عجبتش الجميع اللي دارت المشاكل على انه علاش سي جو بو بروفوكاتور بدا لا فراز ديالو زعما واش بغيت نكون زعما ندير شويه المشاكل ولا نكون زعما نخلق نقاش واش زعما ما نقدروش نمشيو لافريقيا نجربوا حيت تماك ما كاينش بولي ديك ما كاينش خيبه ديال ما كاينش ديال عمام هو جينيراليز هادشي اللي كاين هو ان عمام وصافي سي اكسبريمي بواحد لا فاسون اللي هي مالادغوات صراحه انايا ما متفقش كيفاش شي وحدين تعاملوا مع المساله هادي المعيور والسبان ما عنده حتى شي معنى دابا كتبوا في لاباج فيسبوك ديال وزاره التربيه الوطنيه على المدارس الخاصه واخا دابا شوف دابا سعيده سري ديرها دابا تو سويت خاصكم ديروها غادي تمشيو غادي تكتبوا سميت المدرسه اللي تعاملت معكم هذا التعامل وغادي تحطوا لهم الميل اللي وصلكم الواتساب اللي وصلكم سير وزاره التربيه الوطنيه باش يفيقوا من القلبه حيت راهما ناعسين التربيه هما الناس بداو تيهضروا على المؤسسات الخصوصيه المؤسسات الخصوصيه انا كتبت كومونتير ثانيه في البوست الاخراني تاع وزاره التربيه الوطنيه انا درت كجام
شفتيني شفتيني هاشتك ديما حنا عندنا حاله طوارئ في الديبي ديال لاني ديما دوك اللوائح الناريه اللي كنتلقاوها ديما من لا مونسيوليتي ها البابيتري ها ليجيان شري لي ها الفوتوكوبيوز ها ترونسبور ها لابيومو ها اليونيفورم اكسيتيرا شكون الله لك يحير العقل بزاف ان شاء الله الدخول المدرسي الجاي المدرسه السوسيه غادي يقول لكم شريو الطاولات ان شاء الله الله ينكسي والله وعاد حاجه وحده اخرى اللي زادت ازماتني ومرضاتني كثر هو النيفو ديال المعلمه اللي كتقرا ليا ولدي الا شتي انت دابا لعبتي كيفاش دايره لا اله الا الله محمد رسول الله look at me because I'm happy مازال ما كاينش حتى شي هضره على التيست اللي بغيت داروا له واش جا واش وصلوا ديك الطريقه جات واش جات ولا ما جاتش غير تكذيب 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 وشو بزاف واش غندير لكم اجي كنتمنى انايا كنتمنى ولا يتكلم ما كاينش هضره على التيست اللي تيست الهضره ما كايناش عليهم ما كاينش الحس على الاخبار ديال التيست واش جاوا ما جاوش العدد شنو غادي يجي ما كاين والو والو تاجيل الدوره 47 جائزه الحسن الثاني و26 لكاس المريم في رياضه الجولف الى موعد لاحق ان شاء الله وليك تاني باش نزيد التريننغ باش نزيد يبقى لك الوقت ياك هادشي اللي قالوا هادشي اللي قالوا ياك هادشي قالت وزاره التربيه الوطنيه ياك نعم كنتحكموا غير في المساله التربويه ياك واخا سمعوني مزيان سمعوا مزيان اش توقع دابا سمعوا مزيان اش توقع دابا غادي تسمعوا واحد الحاجه دابا كلكم جميع غادي تسمعوا واحد الحاجه اللي غادي تضركم في خاطركم وغادي تضحككم انت الوزير امزازي وزير التربيه الوطنيه قلتي كتكلف بالاطر والمسائل التربويه المسائل التربويه في المدارس الخاصه الا كنتي كتكلف وحاضين اش كيوقع في المدارس الخاصه كيفاش كاينه استاذه كتقري التلاميذ الفرنسي بهذه الطريقه هذه غنسمعكم دابا وهذه واحد الاستاذه ماشي الاساتذه كلهم وهذه غير حاله ما كنعممش وهادشي اللي غنسمعوا ما كنعممش هذه واحد الحاله واحد الاستاذه كاينه وكنتمنى على الله تكون بوحده اللي كاينه اللي كتقرا الفرنسي بهذه الطريقه سمعوا كيفاش غادي يضركم خاطركم وغتضحكوا في نفس الوقت tous aujourd'hui on a le son de comparaison d'Imas donc voilà on a ici Milan et Mulan et aussi la pomme donc on a le Milan est plus légère que la pomme voilà le Milan est plus légère et voilà les aiguilles vers le Milan donc le Milan est plus légère le Milan تقل من la pomme donc le Milan est plus légère que la pomme deuxième exemple la bouteille est plus légère que la boîte هاد الدراري دوك غيطلعوا لي كيقريو ما تقول لا ما والوزير كيقول لك حنايا كنتكلفوا المسائل التربويه زعما حنا حاضرين مسائل تربويه الا كنتي حاضرين مسائل تربويه الاستاذ ما خصهاش تكون في الباص هذه خصك تقري عربيه هذه كنتمنى والله العظيم الى قبيله الفيديو وصلتني كنتمنى على انه تكون هي الوحيده اللي كتقري فرونسي بهذه الطريقه كنتمنى زعما صراحه ما كنعمموش كاين اساتذه واعرين فرونسي في العمومي في الخصوصي كاين اساتذه واعرين كاينين موجودين كنتمنى الله تكون هذه بوحدها اللي كتقري فرونسي بهذه الطريقه هذه وكاينه فيديو واحد اخر عاوتاني كاينه داكشي الله يحضر السلامه